نسمع الموضوع ده بتفصيلاته من خلال تواصلنا مع دكتور احمد عبد العزيز رئيس شركه مصر لتامينات الحياه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور مصطفى بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ محتاجين نفهم تفاصيل هذا القانون او هذا المشروع الجديد اللي تحدث عنه السيد الرئيس بالتوقيتات الزمنيه، بالمبالغ المطروحه، باليات التواصل مع الناس. فتخليني في الاول الحقيقه احب يعني هذه المناسبة يعني ان انا اوجه الشكر طبعا لسيادة الرئيس على دعوته، اللي انا بتصور انها هيكون ليها ان شاء الله تأثير واسع جدا في صناعة التأمين في مصر. ويكفي ان انا اقول لحضرتك مصطفى بين عدد المؤمن عليهم تأمينات حياة في مصر النهاردة لا يتجاوز الاربعة لخمسة مليون مؤمن عليه. وفي نفس الوقت الدعوة اللي وجهها سيادة الرئيس، احنا بنتكلم النهاردة على 15 ل 20 مليون مصري، وال 15 ل 20 مليون مصري دول من الفئات اللي فعلا اولى بالرعايه، واللي ليهم النهارده دور اساسي وكبير في الحراك الاقتصادي والنمو الاقتصادي اللي احنا بنشهده الفتره اللي فاتت. خليني ادي حضرتك فكره عن الشهاده والمشاهدين الكرام. هي الشهاده الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت هي هتصدر من أربع بنوك، هي بنك الأهلي وبنك الزراعي وبنك مصر وبنك القاهرة، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة اللي هي إحدى شركات مصر القابضة للتأمين، وإحدى طبعا الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. الشهادة قيمتها 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه. الشهادة الحقيقة هي شهادة بنكية ادخارية، لكن بتمنح مجموعة من المزايا بعضها تأمينية وبعضها بنكية. لو اتكلمنا على الجزء التأميني، صاحب الشهادة اللي هي بيشتريها ب 500 جنيه بتمنحه خلال فترة الشهادة تأمين على الحياة في حالة الوفاة الطبيعية لا قدر الله، بيبقى في مبلغ 10,000 جنيه بتدفعه كدفعة واحدة، أو في صورة دفعات شهرية لخمس أو 10 سنين، ولو الوفاة كانت نتيجة حادث بيدفع مبلغ 50,000 جنيه ويمكن برضو دفعهم كدفعة واحدة أو كدفعات معاش على خمس وعشر سنين طبقا لطلب صاحب الشهادة. الشهادة برضو بتتيح لصاحب الشهادة أن هو يختار المستفيدين من الشهادة. برضو حاجة إضافية من مصر لتأمينات الحياة بالاشتراك مع البنوك، ان احنا بنقدم سحب على الشهادات ديت بيتم كل 3 شهور ل 200 فائز لكل في وكل واحد فيهم حوالي 10,000 جنيه كجائزة. الحقيقة الشهادة ديت بتصدر من البنوك ديت تحت اسم واحد اللي هو شهادة أمان المصريين. نعم. صاحب الشهادة ممكن يشتري الشهادات من أي من البنوك ديت لأن هي المزايا موحدة. وممكن يشتري برضو 5 شهادات دول المتاحة من أكتر من بنك. طبعا في بعض المزايا الأخرى بتقدمها البنوك من ناحية التعامل مع البنك، إنها بتمنحه محفظة إلكترونية بدون مصاريف، بتمنحه كارت مدفوع مسبقا. فلك ان تتخيل حضرتك ان احنا هنا يعني دخلنا التأمين مع الجزء المصرفي، وده برضو يعني جزء هام جدا في التطبيق والوصول للشمول المالي اللي مصر الحقيقة بتسعى عليه بشكل كبير. دكتور احمد عبد العزيز رئيس شركه مصر لتامينات الحياه، شكرا جزيلا لك، وبتمنى بالفعل ان الخطوه دي وهي خطوه مهمه انها تؤتي نتائجها وثمارها في اقرب فرصه.